واحد ممن دون اسمه في سجل الملاحم الخالدة، فكان له الأثر البالغ في ثورة التحرير المجيدة. عبد الرحمن عبداوي ابن مدينة القنطرة ببسكرة، ووفاء لرسالة الشهداء ووقوفا عند مسيرتهم الثورية، تبقى الأسرة الثورية في الجزائر تستذكر مناقب وخصال هذا البطل في كل عام. توفيق عمري. هو واحد ممن عاهدوا فأوفوا ولبوا النداء فصدقوا في وطنيتهم. إنه الشهيد البطل عبد الرحمن عبداوي، الرجل الذي ترعرع بين سفوح مدينة القنطرة ببسكرة. هو من مواليد 26 أوت 1934، حفظ القرآن الكريم ثم التحق بمدرسة الهدى في جمعية العلماء المسلمين، فكان له الأثر البالغ في صفوف جيش التحرير بمنطقة الأوراس الأشم. بعد كي كمل الشهاده تاع العلم راح لقسم ثاني يقراو بكل مناسبه يجي مدير بيت خاصه يقرا فيها. كان له باع طويل في ثوره التحرير، والوحيد اللي سمعنا به من مسؤول ناحيه يعني سوليوطنا، ارتقى مباشره الى قبطان مسؤول منطقه. وسي الحواس كان انسان حكيم، انسان يفكر كثير وما يمدش المسؤولية إلا اللي يثيق فيه واللي يعرفه قادر عليها. الأمنية تاعنا يعني تخليد اسمه وتسمية جامعة من الجامعات تاع الجزائر لهنايا. عين مسؤولا على الناحية الثالثة ببوسعادة في أوت 1958، إلى أن سقط بميدان الشرف في نوفمبر من نفس السنة بجبل لبة بذات المكان. ووفاء لعهد الشهداء تجتمع الأسرة الثورية ببسكرة لتذكر مناقب وخصال البطل في كل عام. في النشاط الجمعوي بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد، نظم التضامن الوطني الجزائر تحيا حرة مستقلة لن تبيد. هو واحد ممن دونوا أسماءهم في سجل الملاحم الخالدة، فكان له الأثر البالغ في ثورة التحرير المجيدة. عبد الرحمن عبداوي ابن مدينة القنطرة ببسكرة، وفاء لرسالة الشهداء ووقوفا عند مسيرتهم الثورية، تبقى الأسرة الثورية في الجزائر تستذكر مناقب وخصال هذا البطل في كل عام. توفيق عمري. هو واحد ممن عاهدوا فأوفوا ولبوا النداء فصدقوا في وطنيتهم. إنه الشهيد البطل عبد الرحمن عبداوي، الرجل الذي ترعرع بين سفوح مدينة القنطرة ببسكرة. هو من مواليد 26 أوت 1934، حفظ القرآن الكريم ثم التحق بمدرسة الهدى في جمعية العلماء المسلمين، فكان له الأثر البالغ في صفوف جيش التحرير بمنطقة الأوراس الأشم. بعد كي كمل الشهادة تاع العلم راح لقسم ثاني يقراو بكل مناسبة يجي مدير بيت خاصة يقرا فيها. كان له باع طويل في ثورة التحرير، والوحيد اللي سمعنا به من مسؤول ناحية يعني سوليوطنا، ارتقى مباشرة إلى قبطان مسؤول منطقة. وسي الحواس كان إنسان حكيم، إنسان يفكر كثير وما يمدش المسؤولية إلا اللي يثيق فيه واللي يعرفه قادر عليها. عين مسؤولا على الناحية الثالثة ببوسعادة في أوت 1958، إلى أن سقط بميدان الشرف في نوفمبر من نفس السنة بجبل لبة بذات المكان. ووفاء لعهد الشهداء تجتمع الأسرة الثورية ببسكرة لتذكر مناقب وخصال البطل في كل عام. هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس جمهورية الجزائر. الشهيد عبد الرحمن عبداوي يموس إيان لغمي دون الجزائر أتكلن العهد ونسدر في نكال دستاغ الاستعمار. الشهيد واغ إيوا داغ رموان القنطرة داغ الولاية بسكرة هل ونسنة مروان صديس داغ أوت هاجم التزاه التماض الكرز التمروين الدكوز يرضى القرآن إجاه إيدق انتغري واجن اسم الهدى الكمن جمعية العلماء المسلمين إكره تيسلة مقر الدغ الجيش ونكال يموسا دغدرارا وين الأوراس ضفر أسي سمداتي غرين يتديغ إكا قسنطينة أكد أمير ودي تاسف وريت الجار تيغري
انت غاس سنغها نسلان نيتين يموسيا رغم انها دون الثورة رغم يدن ونغر مواغة يموس اوادم يغران وريهك الخدمة تصوهي تريري ودغيلا تافلس مقارتا هرت ونس دار دماغ اد يقاي مسم النيت اللا بدها هوندا اسين الجائية دغ الجامعتين فول اسم النيت يطف تدوك تنكر عضاتنا الثورة دغبو سعادة دغوت أوتي وناجم تظهر تماض اسم مستمر وين أد التامة أتبا دغن منغي وجر الجيش دهن جوان الاستعمار دغ نوفمبر أجم تظهر تماض اسم مستمر وين أد التامة دغدرار وان اللبة إيهن أبو سعادة سواغ أمهيين المجاهدا أوين بسكرة إيدق والجدو النيجين فول إيجي تنمدان أدهرت وسكت وزاي واغ الشهيد Il aura commencé où le Hezbollah recouvre sa dignité et son indépendance. De ces hommes et de ces femmes qui ont payé de leur vie le prix de la liberté de l'Algérie, Abdelrahman Abdaoui, le fils de Biskra, tombé au champ d'honneur, les armes à la main à Boussaada, il avait à peine 24 ans. Son portrait avec Sabrina Zidi. Natif de Biskra dans la ville d'Al-Qantara, le shahid Abdelrahman Abdaoui, est né le 26 août 1934. Il a grandi dans sa ville natale et a appris le Coran au sein de l'association des ulamas musulmans. Très jeune, il a rejoint les rangs de l'armée de libération nationale dans les Aurètes. Il est parti poursuivre ses études à Constantine. Il venait de temps à autre nous rendre visite et il s'enfermait dans une pièce pour étudier. Il avait un long parcours dans la guerre de libération nationale. D'ailleurs, c'est le seul qui est passé de sous-lieutenant à capitaine chef de région. Une responsabilité qui lui a été chargée par Silhawes. Silhawes était un homme sage, il réfléchissait mûrement et il ne donnait de la responsabilité qu'à ceux en qui il avait confiance. Notre souhait est de lui rendre un grand hommage et on veut baptiser de son nom une des universités algériennes. Le mois d'août 1958, Abdelrahman Abdaoui a été responsable de la région 3 à Boussaada. Le mois de novembre de la même année, il est tombé au champ d'honneur. Chaque année, un hommage lui est rendu dans sa ville natale par les Moudjahidines qui ont participé à la guerre de libération nationale. Mourad Medelsi au Maroc. التنظيم الجيد لقطاع الصحة أنقذ آلاف الجرحى من الموت المؤكد. قبل ما يلتحق بجيش التحرير الوطني كان مسعود الحميدي شاب فلاح بسيط يعاون باباه في خدمة الأرض. لحقت في عمري 20 سنة جات في فرنسا الخدمة الإجبارية ناس 54 التحيات ذاتي 55 وكنا سكسيون وانا سكت في الكرسي كان واحد من الشارع الشاف واللي دكتور حنا يقول روح طاح وكانوا معنا ثلاثة بور وما يخدموهم ما ينوضوهم حنا كلش نخدمو حنا الكرسي نخدمو الشمبرا نسيطو كلش يجيزونا الكرسي نروحو نحسو 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 الخطب جر كلش وهم يرقوش برك بعد النهار
خصم لي انت عيد سو بشور وسباشر جان شرجات قال لي وين سو فرقوا بشو بزاليس بالعواب سو طرابيخ بشو طرفيك نحن عليه وقال لي عاود بشو يجيني يضرب لي كف وضرت وش يقول لي العرسة تعب ضربه قال لي كفتي شتاء بشو ضربه قال لي كم يا كولور بشو طروة كولور قال لي هذولهم يا سالجي فلقة يا سرّف هذولهم ولا تضربوا وزاد عطاني ضربة البوبولية وخلال الغفلة قال لي ذاك السمرة دخلت السمرة قال لي الحال بتاعي ولا قال بوبولية رجعت بشيف واللي رجعت في خاطري وكان يفرج علي ربي ونروح لانجيل ونطلع الجبل ونبرد ما لا ولا ولا يجي نبرد السمرة بتاعي يقولوا ببرابل في الشر سبتمبر يجي سبتمبر 57 تلقوني نحكت لهون جعلت 12 يوم 16 يوم كل هذا في الكواغر في البربس بالنترلي لفريد الجمليتير لا في جبل هنا المحارقة الجبل هذا وهنا يقول لي جبل المحارقة صاروا فيه سبع معارف لحقت 59 هي لحقت 59 نهار ربعة و 59 وهي وقعت لنا المعركة هذه اللي حرقت فيها بلاطال يحضر يقول لي قلوب الزفرة جاء مبيد من عرش ولاية الشيمان وعرش العمور كتاب العمور قرب ذو كان زين نبي ساحب 45 جندي جراية الوزن وفرنسا جاءت معها 30 طائرة بين بور برد ما وصفيانس دوز كشافات 19 انتو كتير يعني دور ايش هنا الطيارات ولا حتى هنا بلابان لابان من برضنا ولا المدافع يضربوا هنا من شرق من كرب وحده وكان لي تحرق السلاح نتاعه وخلاص سلاح الدورية قطعت خط موريس وشار خط جهنمية دار الدورية قطعت سلاح مكان اللي تحرق مكحلته يقعد هكذا وفرنسا استعملت لنا الأبان ان هذا ينولك من المضرب الاستراتيجي والله يحرقك والله يحرقك احنا كان عندنا عهد يسير تاع الوطن وتاع الشهداء متنا ما تحرقش القطعة تعيش على السلاح. أنا عندي البياتالي كانت من خلف السكر هنا موجود المساعدة على دورة ألمان ولا عندي فرنسات كاينة برين البريزيد. البياتالي هذاك ما يصعبش. كان هذا يقولوا كبر معايا عارف نايب العارف نايب علي أنا عندي دي بي اس فرانس ألمان قلت له هات هالي وهذه سلاح هذا مش جم والو غير ما العربي روح عليا ونفتح المسير ضرب لي هاك المسير ولا نموت هم الباب لا حيت تشتري تزور غير قطيب ديال البيتا وقعدت نقد في الطريق على عيني حرق يدي على عيني ندير هكا الكاس حرق في راسي اه كاسك حرق في راسي ها ورا الاطراف تاعي ها الاطراف تاعي
ها هي وزني هذه قاعره طايره يديا راحوا وفين رجلي هاي وراها باش تشوفوها نروح راها تشيل لحمي كل زايد ناجنب ظهري وجهها وجهها الزفلات الطرق كاينه الطرق الزفلات وجا المقرب هذاك الوقت لقيت المسعود حميدي هذا محروق خلاص كي خرجنا احنا تم هي كاين البيطار هذا كاين يعني ناس يعرفوا هز واحد من تديه المركز الفلاني من المركز الفلاني يديه واحد اخر اللي عارف وين راه الطب كان الناس يصيحوا يشربون كانه يشقلي نار نعوام او طاح لنا بالزيت دهنا بالزيت قدايم دهنا بالزيت قدايم كي دهنا بالزيت طحنا اول الصباح برتو فينا بلانقار الفرملية وهو يوريه انا جوني 76 واحد سحروا بيه بالنبال فرنسا حبس تقبيع الجيش عند المعاون انا كادو ياسر وراح نجيب بيدو تاع بومادا ما تجيش نجاوب بالتيل قراوي نجاوب الباب بس على من القرش نركيرو خرو مش كثير انا واش درت زيت زيتون هو بلاص بومادا الجرح محروق ما يتكملش وبالنسبة للميركيرو كروم درت لي توكسيد لاباريتا في توكسيد يوقف نعمرها بالميركيرو كروم يلا لي توكس هو يعود فيما يخص السويدار العدد اللي عندنا مش عندنا عدد كبير اللي بلوك اوبيراتوار وشاريكيس وديزاين وماتريال تاع الجيتيمون كانت شيء يخرجونا فيه المناضلين والمستشفيات الأغلبية نتاع الشباب اللي كانوا في المستشفيات اللي يواسونا خرجونا الآلات هذه نحكي لكم واحد القصة جابنا واحد المجاهد يقول له باشا سعيد هذاك في لاكروشاج تجد غرفان في الغربان تاعو لاروتيل تاعو طايح جابوه هنا كي جابوه هنا نفسي درنا له العملية كنا دوين نس لهنا درنا نفايوه دائما ودرنا له يناتيل لوحات بالزبش مثل الواحدة وما عندوش من جبت له لامبيتاسيون المجازوكري يعرفوه كنو طاهر بسيت زيان كان يدرك له امبيتاسيون المجازوكري واحد ثاني في المساعدة ثانية قصيت دراعو ثاني يعني بسهولة حتى جاو رواس لهنا شافوا الامبيتاسيون قالوا شكون دار قالوا هذا بعد قال لهم درت في الثورة قالوا ما كاش وهذا الزبش سي شريف ولي اختاره ولي قبض الزبش في البلاصة اللي راهم يخدموا فيه يرطبوا ويديروا في الفينة هذيك تاع الرقيقة هذيك ويدير دي بون ويبعث لنا المستشفيات نخدموا بالبلاصة تاع سي شريف Thank you.
هذا البليتور تاع لابال هذا قعد في السبيطار 29 ثم اشهر ولكن السبيطار مستقل من جهه لجهه واش يفيك والحياه تاعنا كاين اللي قرينا القران